سام صدق قلت شاودينا للدري اللي قلتي كنا في بن سليمان هي هذيك الساعة كانت المرأة عايب تركب على العود فهمتي لكن هذيك الساعة في بن سليمان هادشي كنقول لك أنا راه في اش من عام في الثمانينات بالضبط ديك الساعة الناس كتفرج قبل 80 راه في 87 77 78 هادشي فهمتي ديك الساعة كان عايب المرأة تركب فوق العاون وحنا كنا في الموسم ديك الساعة وكان تفرجوا والصربة جاية منين قرصوا القرصة المرأة راكبة لابسة بحالها بحال الراجل بحال الراجل لقيتها اللي قرصوا طار لي هذاك الشد الشد وهو يبان الشعر ديالها الناس شافوا قالوا هذه راه مرها وشفتي وكانت باردية وكانت سميتو خارطة وكانت حدا كل شيء وكانت حدا المقدم فهمتي وكانت وصلت المقدم كانت حدا المقدم واش فهمتي ولا لا لقيتها اللي شافوها الناس ولاو كلشي كيتسناو الصربه ديال المراه حتى تجي ولاو يقولك صربه المراه اه كيتسناو باش يتفرجوا الصربه ديال المراه وكانت بارديه كانت بارد خرطه وقرناو هادشي اي كلشي خرطه وقرناو كلشي مع ما كتعرف كانت ديك الساعه مع الشيخ قدور شيخ قدور ياك هو اللي كان شيخ قدور من العرب من العرب شنو اللي يقول فيني فيني الصربه ديال المراه هذيك الوقيته لا ماشي الصربه ديال المراه هذيك اللي كان مع الشيخ قدور بو على كان شلح سمع اللي كانت راكبه مع الشيخ قدور بو على كان شلح كان شلح هو كيعرف فهمتي ولا لا؟ ولاو يعيبوا الناس على الشيخ قدور يقولوا لي شو ما تركب معك امراه ولاو يقولوا خليتها تجي تصربت المراه لو يقولوا خليها تجي الشيخ قدور لو يقولوا خلي تصربتها تجي تصربت المراه كنقول لك هذاك الوقت ومن بعد ديك الساعة باش غادي يبانوا الصربة اللي فيها العيالات اول صربه اللي خلقناه هي في المحمديه فهمتي ولا لا تما فين ركبنا تما العيالات ركبوا وداروا صربه ديالهم الله يجازيك بخير السي راه هو البحراوي مؤخرا مؤخرا فهمتي اول صربه اللي كانت ديال العيالات هي في المحمديه تما فين تخلقات الاسم ديال المقدمه حليمه البحراوي ياك كان هي حليمه كان البحراوي بحراوي كان كان باها بعدا كان باها كانت كتركب كان باهم هو المقدم وكانوا كيركبوا مع البنات تما عاد داروا الصربه ديال البنات الله يجازيك هو التاريخ دابا اللي كنقول شكرا تحياتي